بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم بشرح اليونت الخامس Opinion Paragraph. الOpinion Paragraph من اسمه معنى يعني الباراجراف الرأي. شنو الرأي؟ يعني باراجراف الرأي يعني تعبير عن رأي. تعبير عن رأي. هنا حاجي هو بالبداية قايل In this unit you will learn how to distinguish between fact and opinion. هنا حاجي لك الأشياء اللي راح تدرسها بهذا اليونت. هذه الأشياء احنا ما نحتاج نقراها وندرسها يعني كحفظ، ولكن نبدأ مباشرة بالفاكت and opinion. شنو يعني فاكت and opinion؟ راح نحكي عن الحقيقة والرأي، لأنه احنا لازم نميز شنو الفرق ما بين الحقيقة عن الرأي حتى نقدر نكتب باراجراف يحكي لي عن الرأي، ولازم نميز بين الرأي والحقيقة. طيب قايل لك الفاكت is a piece of information، هو يعني معلومات that it is true، معلومات هي حقيقية. That film was 3 hours long، يعني هذا الفيلم طول 3 ساعات، هذه حقيقة ثابتة ما تقدر تغيرها لا أنا ولا أنت. طيب بعدين إيش قايل؟ قايل the opinion is an idea or belief about a particular subject، هي فكرة أو يعني معتقد عن شيء معين، وقد يختلف من شخص لآخر. The film was boring. That film was boring. يعني أنا كشخص من الأشخاص أكره الأفلام، ما أحب الأفلام. أنا ما أحب الأفلام إطلاقا. يعني مرات يجي أشوف لي فيلم حتى ما أكمله لأنه صعوبة. ما أحب الأفلام. فأنا أي فيلم أشوفه راح أقول عليه ممل. أكره شخص لا يحب الأفلام راح يقول الفيلم جميل. إذن من يختلف الرأي من شخص لآخر، هذا من يختلف الشيء من شخص لآخر راح أقول عليه هذا رأي. ولكن لما يكون ثابت هذا رأي، هذا حقيقة عفوا. طيب عندنا هنا إنشاء عن رسالة إيميل يقول Dear Editor، More people should ride bicycles، العديد من الناس يجب أن يركبوا أو يستغلوا الدراجة الهوائية into town في المدينة. Last year 73% of all workers drove their own car to work. السنة الماضية 73% من كل العمال ذهبوا إلى العمل من خلال سيارة. Car traffic in town is terrible. الازدحام بالمدينة فظيع. Parking places are hard to find. أماكن وقوف السيارات كانت صعب جدا أن تحصل على مكان. And pollution from cars is real problem. ومشكلة التلوث اللي بسبب السيارة يعني مشكلة حقيقية. Citizens who want clean near place to live out to try this non pollution from of transport. يعني وهذا الأشخاص اللي يحاولون ينافون ما يقدرون ينافون، ويعني حتى أنت يعني ما تقدر تنقل أو تأخذ مكان تتنقل من الأماكن بشكل صحيح وبراحة، لذلك هذا يسبب مشكلة. Cycling is a good exercise، يعني الذهاب أو أخذ الدراجة الهوائية هي تمرين جيد. أيضا The city must not allow this problem to get worse، المدينة لازم ما تخلي هاي المشكلة تكبر. To get worse. Instead, people should ride bicycles to work and school. لذلك الناس نصيحت لهم انه يأخذون الدراجات لكي يعملون ولكي يستمتعون بالصحة والتمارين اليومية. طيب هذا انشاء، وهذا الانشاء هو opinion. طيب شنو السبب اللي خلانا اقول opinion؟ هسه راح نشوف. طيب هنا ايش قايل؟ What is the main idea of the paragraph؟ Circle the sentence. شنو هي الفكرة الأساسية اللي في الباراجراف؟ ايش تعتقدين انت؟ السؤال الآخر يقول What's the writer's purpose؟ Why did he write this letter؟ شنو هو الغرض الغرض الكاتب يعني، وليش كتب هاي الرسالة؟ هو احنا الغرض to convey the idea of riding bicycle، حتى ينقل فكرة أو حتى يقنع الناس بركوب الدراجة.
يعني حتى يشرح فكرة ركوب الدراجة أنها فكرة جيدة. هذه هي المين ايديا البربز. Why do you think the writer include fact in this paragraph؟ ليش الكاتب تضمن الحقيقة في هذا الباراجراف؟ إذن he uses a fact in this paragraph to support his idea حتى يدعم فكرته يعني. طيب نجي على التمرين الثاني قايل do these types of writing use mostly fact mostly opinion or even mixture. بالتمرين الثاني يقول هذه يعني اشياء قايل لك برايك الشخصي هذه حقيقه ام راي. فيلم ريفيو مراجعه الفيلم. طبعا هذا الفيلم ريفيو نقدر نعتبره اوبينيون. انا اقول هذا الفيلم ممل واقدر اعتبره حقيقه. اذا هذا ميكستشر يعني عادي يحتمل الاحتمالين. فاقدر اقول مثلا هذا الفيلم كان مراجعه الفيلم من راجعت الفيلم وشفته اقول هذا الفيلم يحتوي على 50 ممثل هذا حقيقه يعني. هو يشمل الاحتمالين يعني عادي هو ياخذ احتمالين مو مشكله. ريفيو فيلم يعني ممكن يكون حقيقه وممكن يكون بس احنا على الاغلب من نراجع الفيلم ننطي راينا الشخصي بيه ففي الغالب يكون راي اوبينيون يعني. بالضبط. طيب صح حقيقة. F صح right. طيب هنا can you think of other types of writing مثلا يعني يريد هنا نكتب جملة عن الرأي ونريد نكتب جملة مثلا عن الحقيقة مثلا جملة للرأي مثلا نقول money is the happiness المال هو السعادة. هنا هذا رأي ممكن شخص يقول لا المال مو سعادة واحد يقول لا يعني هذا رأي مختلف يعني حقيقة راح بالأول وبالأخير في الأخير هو رأي مختلف يعني. الفاكت نقدر نقول مثلا نحكي عن الحقيقة مثلا نقول على سبيل المثال دولما is an Iraqi food. دولما هو طعم أو طبخ طعام عراقي يعني هذا شيء حقيقة يعني. طيب هنا عندنا تمرين آخر يقول استخدم الاف والاو يعني opinion أو رأي. Airfares have become too expensive برأي يعني هنا يقول الطيران أصبح غالي يعني برأي الشخصي أنا ممكن يكون هذا opinion رأي لأنه حسب الشخص يعني واحد يقول رأيه بس يجوز واحد عنده فلوس كثير يعني عادي ما يهم هذا غالي نعم صح. English is easier language to learn than Arabic. الإنجليزي أسهل من العربي. لا مو شرط الإنجليزي يجوز واحد يقول لك لا والله أنا أحب العربي أسهل يعني هذا رأيي. مو صح؟ طيب نعم yes. فإذا الإي يعني opinion not fact. I think the most of them are easy. No need to discuss about them. Big cities are dangerous at night. المدن الكبيرة خطرة. لا مو شرط ما لها علاقة المدن الكبيرة. Yes. طيب هسه راح نحكي عن المودل اوكسيلاريز. هسه راح نحكي عن المودل اوكسيلاريز. هنا حاكي لك كليشه وقايل لك كذا وكذا وكذا ولكن الشيء المهم اللي لازم نعرفه ان هنا هذني الكلمات عندنا الافرماتيف صيغه المثبت نعم. نجي هنا على المودل اوكسيلاريز. طبعا المودل اوكسيلاريز يعني الافعال المساعده. الافعال المساعده
هنا عندنا بيهن قوة وضعف. عندنا الكود هي ضعيفة، الشد أكثر، الشد الكود أضعف شيء، الكود أكثر قوة، الأوتو أكثر، والمصد أكثر. يعني أقوى شيء هي المصد والهاز والهافتو، أقوى شيء. طيب اذا عندي the city doesn't have to shouldn't couldn't، هذا اني طبعا حتى بحاله النفي، يعني هاي الاقوى هاي الاضعف وهذه ثم هذا، هاي حالات النفي يعني، وهذه حالات المثبت. يعني اقوى حاله هي المست عند المثبت، واضعف حاله هي الكود عند المثبت. اما عند حاله النفي فعندي ال doesn't وال have doesn't have to هي الاضعف، وعندي ال can't وال must not هي الأقوى، هي الأقوى. طيب شنو فكرة هذولا وشنو وجودهم بهذا الفصل؟ شنو علاقتهم بالopinion paragraph؟ أنا دا أحكي عن الparagraph الرأي، فأنا شلون أقدر أتحدث عن رأي وشلون أقدر أحكي عن جملة بها رأي إذا أنا ما أعرف شلون أعرف يا هي أفعال مساعدة للقوة ويا هي للضعف؟ فأنا أحتاج أفعال مساعدة تغذيني تسمح لي باستخدام جمل، هاي الجمل راح تكون قوية أو ضعيفة. أقدر إذا أنا شيء متأكد من عنده أقول could، شيء أنا شوية متأكد عنده أكثر أقول should، شيء أنا متأكد من عنده 100% أقول must، نفي كذا وإلى آخره. فأنا راح أستخدم هذولا حتى أعبر عن الرأي في جمل في كتابة الإنشاء، في كتابة الإنشاء. طيب هنا طبعا هنا قايل لك expressing opinion، هنا منطيك جمل وقايل لك انت وافق عنها. smoking must be banned in all restaurants and bars، التدخين لازم يمنع في جميع المطاعم، هل توافقين ام لا؟ اجري لو دس اجري، شو تقولين برايك انت؟ عبري عن رايك. يعني انا هنا برايي الشخصي عبر، انا اريد اعبر كشخص، يعني انا اقول يعني كتجارة مو كأخلاق، بغض النظر عن أخلاق أو صح، أنا بدأي شخصي أقول دس أجري، عدم الموافق. راح تقول شلون التدخين مضر؟ أي صحيح، بس أنا من أريد أتعامل كتجارة بغض النظر عن كل شيء، التدخين إذا منع بالمطاعم بحد ما حد يدخل مطاعم. هسا أنا إذا هسا حاليا 90% من الشعوب تقريبا، مو 90% عفوا، جزء 60-70% مدخنين. طيب أنت إذا منعت التدخين من المطعم فانت راح تخسر. هي الغاية من المطعم شنو الغاية؟ مو مساعدة انسانية. الغاية من المطعم مو تعليم، الغاية من المطعم هي تجارة. فانا اريد اربح، شلون اربح فلوس؟ اخلي التدخين هذا رأيي الشخصي. اكو واحد يقول لك لا التدخين مضر والمطاعم، فكل من ينطر عليه. فانت كطالب حسب رأيك. انا برأي شخصي اقول دس اجري، وشخص اخر يقول اجري، ما الموضوع حسب. هذه هي فكرة اليونت كله، انه احنا وافقة او عدم الموافقة والى اخره. طبعا هنا يريدنا نكتب جمل احنا ونتناقش بها والى اخره. الموضوع هذا صار اعتقد مستهلك وبسيط. 10 قايل share your statement with 3 classmates، هذين الجمل اللي ناخذهن منا ونشاركهن ويا زملائنا، وراح يقول لك وافق او عدم الموافقة. طيب هنا ما عندنا اي شيء مهم، بعد نركز على نقطة connectors of cause and effect. هنا راح نحكي عن التأثير، عن السبب والنتيجة. السبب يعني والنتيجة. هنا عندنا كلمات أدوات نستخدمهن بسبب والنتيجة. فقايل لك because will since and so are connectors of cause and effect. They join two ideas، يربطون جملتين. One idea causes or explains the other، وحدة توضح للثانية، يعني وحدة سبب وحدة نتيجة. cause سبب عفوا effect، cause سبب effect التأثير، سبب تأثير، سبب تأثير. عندنا أيضا because will since introduces or cause or reason، سبب تعطي سبب أو تنطي يعني سبب، يعني cause أو reason يعني سبب. and so therefore introduce effect or result، هذين مهمات لازم نعرف بأن so therefore تقدم أن نتيجة، أما because will since تنطي سبب. أخذ مثال على cause وعلى reason. petrol is becoming scarce and expensive. هنا
يعني سكير اند كسبر هذا هو الريزن السبب الافكت ويشود ديفلوب الكتريك كارز لازم احنا ان نطور الكهربائيات السيارات الكهربائيه شنو السبب بسبب ان البترول اصبح غالي اذا بيكوز بترول بيكامينج سكير اند اكسبنسيف وي شود ديفلوب الكتريك كار. طيب خلينا نكتب ملاحظه مهمه هنا ان استخدام البيكوز يجب ان نضع فارزه في وسط الجملتين اذا انا من اربط الجمله بيكوز لازم استخدم فارزه بالوسط هاي اول نقطه لازم استخدم بيكوز بالنص because petrol is becoming scarce and expensive we should develop electric cars يعني هسه الملاحظه تقول اذا جاءت البيكوز في بدايه الجمله اذا كانت البيكوز في بدايه الجمله يجب ان نضع فارزه في وسط الجمله في الوسط يجب ان نضع فارزه في الوسط يجب ان نضع فارزه في وسط الجمله طيب ايضا السنز يجب ان نضع قبلها فارزه السنز والسو ايضا لازم نخلي بنصهم فارزه yes. اما بالنسبه خلينا نكتب على therefore يجب ان نضع قبلها نقطه full stop وبعدها فارزه يجب ان نضع قبلها نقطه وبعدها فارزه احنا انطينا بعد البيكوز يجي سبب بعد السنز ايضا يجيني سبب بعد السنز ايضا يجيني سبب البيكوز يجي وراها سبب السنز ايضا يجيني وراها سبب بيكوز يجيني وراها سبب والسنز ايضا يجيني وراها سبب طيب السو وراها يجيني نتيجه والذيرفور ايضا يجيني وراها نتيجه السو يجيني وراها نتيجه والذيرفور ايضا يجيني وراها نتيجه طيب ولا ننسى بملاحظة مهمة جدا بخصوص الذيرفور أن قبلها يكون نقطة وبعدها تكون فارزة بالنقطة 12 يقول in the examples above في هذه الأمثلة underline the causes انطيني السبب circle the result يعني حدد لي السبب والريزلت أريد السبب وأريد النتيجة ولا ننسى because دائما بالبداية تجيني يجيني فارزة بالنص بس إذا أجتني بالوسط ما يحتاج أخلي فارزة هنا قايل punctuation التنقيط هنا ما يحتاج نشرحن لأن هنا ذني إحنا شرحناهن قايل وراء after therefore هذا ما نعم ما نحتاج هذا التمرين طبعا هنا حسب المعنى يريد نحل يعني هذا التمرين بس التمرين إحنا حسب المعنى نستخدم أدوات since أو so يعني إذا شفنا سبب راح نستخدم الـ because أو الـ since هو أصلاً بس because أو since إذا لقينا نتيجة راح نستخدم الـ so أو الـ therefore هذه هي الفكرة كلها يعني خلينا نقرأ الجملة يقول مات في سنة 1973 he wouldn't be able لم يكن قادراً على أن يكافئ to receive على أن يستلم الجائزة طيب أين السبب وأين النتيجة بس دقيقة لا السبب هي ودنت بس دقيقة بس بس سو بالضبط he died مات سو وبذلك he wouldn't be able طيب سؤال ايه ليش خليت سو ما خليت عادي because he wouldn't be able to هذا اثنين نرهمن يعني مو مشكلة بس هو شو شكله مستخدم البيكوز بالبداية فنحاول إذا الجملة بدت بالبداية نحط بيكوز يعني عادي إذا كان البداية يعني السو دائما تربط بالوسط يعني السو دائما تجيني بالوسط يعني هذا التمرين أعتقد صارت فكرته واضحة إنه بس مجرد نستخدم الأداة الجملة الثانية نقطة بي قال why he was so great The fight scenes in the film were amazing. كانت مدهشة. Brace was always in a stop physical condition.
كان دائما بحالة جيدة جدا. شنو راح يكون الحل؟ إذن هذا التمرين، فكرة التمرين طبعا يعني الحلول الموجودة هي بالأخير أول وتالي، ولكن إحنا حتى نتدرب عليه، حتى يعني هو بالامتحانات، بامتحانات يعني الأستاذ ما يجيب لك باراجراف وتعال استخدم أدوات، في الغالب يجيب لك جمل منفصلة ويقول لك يعني حدد لي استخدم لي الأدوات المناسبة في هذه الحالة. فكرة التمرين على هذه الأدوات يعني التمرين يقول use connectors of cause and effect، هنا منطيق جملتين وقال لك استخدم الأدوات ونربطهم لا أكثر ولا أقل. جملة الأولى قال the city doesn't have enough money، المدينة ما عندها فلوس تكفي. We ought to increase council tax. إيش راح نستخدم الجملة هنا؟ يعني نسوي فد ريفيو عن هذا التمرين، هذا التمرين كلش مهم، خلينا نسوي يعني ريفيو عن التمرين. النقطة الأولى مثل ما احنا ذكرنا بأنه the city doesn't have enough money، لأن المدينة ما عندها فلوس تكفي، فلوسها قليلة. إذن هم so we ought to increase، حنقلل عفوا نزود الضرائب يعني حتى تجي أموال أكثر. فهنا استخدمنا السو بالوسط، يعني هي الجملة هي حالة نفسها أصلا. فهذه هي فكرة التمرين. I am going to leave any part-time job. I don't have enough time for my homework. السبب يقول I am going to leave my part job. أنا راح أعيف وظيفتي لأنه أنا ما أملك أموال تكفيني. I don't have enough money. I am going to leave my part-time job because I don't have enough time for my homework. هذه هي بالنسبة لفكرة التمرين. طيب 15 يقول look again at the opinion where expressed. ارجع على هذا التمرين الاول اللي اخذناه وشوف وين because، يعني هذا التمرين اللي اخذناه الانشاء الاول اللي اخذناه ونشوف وين because ونستخدمه. يعني الفكرة انا افضل انه كطالب المفروض يجي يكتب جمل عن البيكوز وعن السو وعن ذيرفا ويحطهن بجمل ويرتبهن يعني حتى يقدر، ويفضل حفظ أمثلة على كل حالة. يعني ضروري جدا نحفظ على كل حالة مثال، كلش مهم هذا الشيء.